أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في محاضرة جديدة من محاضرات الـ e-learning اللي بدأناها من أسبوعين، ودي المحاضرة رقم 3 لمادة الإنترنت والوسائط المتعددة المقررة على طلاب الفرقة الثانية شعبة نظم معلومات إدارية. اتكلمنا في الماضي في المحاضرات السابقة عن تعريف الوسائط المتعددة، وقلنا عند عرض وسيط بمفرده فإنه يسمى وسيط، أما إن تم عرض أكثر من وسيط داخل نفس الموقف فإنها تسمى وسائط، وإن تمت استخدام هذه الوسائط من خلال مخرجات الحاسب الآلي فإنها تسمى وسائط متعددة كمبيوترية. وإن تم وضع خط تحت كلمة أو جعل الكلمة بولد والضغط عليها والانتقال إلى صفحة رقمية أو 200 فإنها تسمى وسائط فائقة. كما إن عند الضغط على هذه الكلمة والانتقال التي تسمى وسائط فائقة، إذا تم الانتقال إلى نص وصورة فإنها تسمى هايبر ميديا، أما إن تم الانتقال إلى نص فقط فإنها تسمى هايبر تكست. اتكلمنا أيضا عن استخدام الكمبيوتر، وقلنا بيستخدم على محورين، المحور الأولاني كمساعد تعليمي والمحور الثاني في التدريب أو الإدارة. اتكلمنا أيضا عن مميزاته، وقلنا القدرة على التخزين، القدرة على العرض المرئي، القدرة على إدارة الملحقات، القدرة على إجراء العمليات الرياضية والمنطقية بسرعة وسهولة. اتكلمنا أيضا عن الفرق ما بين تحليل العمل وتقسيم العمل. اتكلمنا عن طريقة عمل السيناريو وتعريف السيناريو. قلنا السيناريو هو وصف تفصيلي لموضوع الفيلم المراد تصويره. واتكلمنا عن رقم اللقطة والصوت والصورة وزاوية الكاميرا وأحجام اللقطات وسيلة الانتقال. اتكلمنا أيضا عن الملاحظات. كمان اتكلمنا عن عناصر الوسائط المتعددة، وقلنا من عناصر الوسائط المتعددة النصوص المكتوبة والصوت والصورة والرسوم الثابتة والرسوم المتحركة. اتكلمنا عن الصوت وكيفية الصوت بيخش إلى الحاسب الآلي، وقلنا بيخش عن طريق Speech Recognition System اللي فيها 3 مراحل. المرحلة الأولانية اللي هي Pre-Processing، والبري بروسيسنج الصوت كما هو معروف بالنسبه لنا بيبقى انالوج سيجنال او كونتينوس سيجنال، ثم بيتحول الى ديسكريت سيجنال. وظيفه البري بروسيسنج هو تجميع الماده العلميه، اكتشاف المسموع والغير مسموع، الوايب تابينج والفريمينج. اتكلمنا ايضا قبل كده عن الريكوجنيشن وعن الكوميونيكيشن. اتكلمنا عن مرحلتين الايدنتيفيكيشن والفيريفيكيشن. اتكلمنا عن الصورة، واتكلمنا عن كيفية تحويل الحصول على صورة وتحويلها الى صورة ثنائية، ووضحنا الايمج اكوزيشن والبري بروسيسنج والسيجمنتيشن والفيتشر اكستراكشن والكلاسيفيكيشن والايمج اندر ستاندينج. النهاردة هنتكلم مع بعض بدرس جديد يمكن اتكلمنا عنه لكن بشيء من الاختصار، هو الوسائط الفائقة. تعتبر برامج الوسائط الفائقة أحد أهم المداخل القائمة على استخدام الكمبيوتر في التعليم في الآونة الأخيرة، وأشارت معظم الدراسات إلى أن بداية ظهور الوسائط الفائقة يرجع إلى 45 عام 45 عندما نشر بوش مقالا بعنوان كيف نفكر. كمان بوش اللي عمل كتاب سنة 48 سماه بعد فشل أول كمبيوتر اخترع، سمى هذا الكتاب كما كنا نعتقد، وكان يدور حول الوسيلة التي تساعد
على إحداث طفرة تتناسب مع الكم الهائل من المعلومات وسرعة وحرية التفكير البشري، وأكد على أن العقل البشري يعمل من خلال ارتباطات أو لينكات، سميت تلك الوسيلة التي من خلالها يتم تخزين المعلومات والتحكم فيها بالمي ميكس أو الدمج. ثم في تطور الوسائط الفائقة، قامت إنجليبا بالتفكير في كيفية الاستفادة من الكمبيوتر في عرض النصوص والوثائق المكتبية الفائقة، وقد نتج عن ذلك ظهور العديد من الأنظمة، كان من أهمها النص الفعال. أما في السبعينات ظهر مصطلح الوسائط المتعددة، ولم يكن يقصد به الوسائط المتعددة من خلال الكمبيوتر اللي هي ظاهرة حاليا، بل كان الهدف منه الصور الثابتة والأفلام والشرائط الصوتية وغيرها. ومع بداية الثمانينيات بدأت عملية التأليف والإنتاج للنصوص الفعالة أو الفائقة اللي هي الهايبر تكست من خلال أجهزة الكمبيوتر، واعتبرت الوسائط الفائقة بمثابة امتداد طبيعي للنصوص الفائقة وما شابهها، فيما عدا احتوائها على عناصر أخرى بجانب النصوص مثل الفيديو والرسوم والصور والأصوات وغيرها. أما مع بداية التسعينات ظهرت العديد من برامج التأليف، والتي تتمتع بإمكانيات هائلة في إنتاج عروض الوسائط المتعددة زي برنامج الأسر وير والفلاش والأوتو بلاي وغيرها. كما ظهرت طرق مختلفة في بناء العقد والروابط بين الوسائط المختلفة، والتي تتمتع بإمكانيات في إنتاج عروض الوسائط المتعددة والفائقة. وعليه يمكننا القول أنه يمكن الاعتماد على مساعدة أحد المختصين في المعلوماتية، وأنه يمكن إنجاز تطبيقات تفاعلية باستخدام برامج جاهزة، ويفضل هذه البرامج أنها لديها القدرة على أنها تمكن المشروع التعليمي أن يكرس نفسه المواد التي سيحتويها دون الدخول في تفاصيل البرمجية. من خلال العرض السابق نرى أن جميع التعريفات السابقة تشتمل على استخدام وسائط متعددة، إلا أنها تحتوي على العقد اللي هي بيسموها اللينكات، سواء كانت نصية أو غير نصية، وبناء عليه يمكن تعريف الوسائط الفائقة إجرائيا على إنها الاستخدام المترابط المتفاعل لعدد من الوسائط مثل الصوت والنصوص والرسوم والفيديو داخل بيئة تعلم تتصف بالشمول والعمق مع الاعتماد على استخدام الروابط. يبقى أهم حاجة في التعريف إن الوسائط الفائقة هي نفسها نفس الوسائط المتعددة، إلا إنها تتصف بالشمول، وأيضا الوسائط المتعددة تتصف بذلك، إلا إن الوسائط الفائقة الميزة فيها إنها تستخدم الروابط. العلاقة بين الوسائط المتعددة والفائقة في مجموعة من المحاور بنوضح بينهم العلاقة، اللي هو 1 عدد الخيارات، 2 الواقعية، 3 بيئة التعلم، 4 الإبهار. عدد الخيارات والواقعية وبيئة التعلم والإبهار. خصائص برامج الوسائط الفائقة، يعني إيه الحاجات اللي بتميز الوسائط الفائقة عن غيرها من الوسائط المتعددة؟ أول حاجة المعلومات الصغيرة. الوسائط الفائقة مش محتاجة تعرض معلومات كبيرة، لأن عندها ميزة مش موجودة في برامج الوسائط المتعددة، ألا وهي الارتباطات اللي هنتكلم عنها بعد كده. المعلومات الصغيرة هي الوحدات الأساسية لتخزين المعلومات في أنظمة الوسائط الفائقة، حيث تتكون من أجزاء صغيرة من النص أو الرسوم البيانية أو تتبعات الفيديو أو الصوت أو أي معلومات أخرى. هذه المعلومات تحدد ما يمكن عرضه على الشاشة الواحدة، وحجم هذه المعلومات يتنوع ما بين كلمة مفردة أو بعض الكلمات مقارنة بحجم البرنامج ككل. بينما تتطلب الكتب والأفلام المتحركة تدفق المعلومات بصفة مستمرة. يبقى أول حاجة في خصائص برامج الوسائط الفائقة
هي المعلومات الصغيرة. ثاني حاجة الارتباطات. الارتباطات هي التي تستخدم بين المعلومات والتي يمكن من خلالها الانتقال والقفز بين المعلومات، وتعتمد أنظمة الوثائق الفائقة على الروابط التي تسمح للمستخدم باجتيازها من نقطة مصدرية محددة في وثيقة إلى جهة محددة. وتشير معظم الدراسات إلى أن هناك مجموعة نماذج أساسية للربط في برامج الوسائط المتعددة، تبدأ بالأكثر تقيدا وتنتهي بالأقل تقيدا. وهذه النماذج اللي موجودة في الارتباطات، النموذج الخطي. النموذج الخطي ببساطة يعني لما يبقى عندنا برنامج، يبقى فيه تحت كل برنامج هنا واحدة اسمها السابق، وهنا القائمة الرئيسية، وهنا التالي. نظل نضغط على التالي ويدينا التالي التالي إلى أن ننتهي من البرنامج ونعود لبداية النقطة الرئيسية. نشوف مع بعض أهو في أول صفحة، نضغط على تاني صفحة، تالت صفحة، رابع صفحة، خامس صفحة، سادس صفحة موجودة في البرنامج، لحد ما نرد تاني إلى أول صفحة وهكذا. ده اللي احنا اتكلمنا عنه، اسمه نموذج ذات المسار الخطي الواحد، انما ده نموذج الربط الخطي ذو المسار الدائري. تاني نموذج اسمه الهرمي المتسلسل. الهرم المتسلسل يعني يبقى عندنا فوق هنا كده عقدة، زي ما نيجي نقول مثلا جامعة كفر الشيخ، عندنا هنا في الثلاث اجناب ثلاث كليات، كلية التجارة، كلية الحقوق، كلية العلوم. كلية التجارة فيها شعبة محاسبة، فيها شعبة إدارة، فيها شعبة اقتصاد. كلية الحقوق فيها قانون وفيها اقتصاد أيضا، وهكذا. ده اسمه الهرم المتسلسل. والمقصود بالهرم المتسلسل أن عقدة واحدة ليس لها آباء، بينما الباقي لديه والد واحد اللي هو إيه؟ جامعة كفر الشيخ. وتسمى عقدة البداية بالعقدة اليتيمة، والتي عندها يدخل الفرد إلى الوثيقة الفائقة، ويمكن التحكم في التحرك للخلف والأمام بشكل متكرر خلال نفس الرابط. ويمكن من خلال هذا النموذج تحديد الاتجاه في التسلسل، سواء كان الاتجاه أعلى أو أسفل. يبقى أول حاجة هو النموذج الخطي، تاني حاجة النموذج الهرمي المتسلسل، ثالث حاجة نموذج المكعب الفائق. يسير هذا النموذج على نمط الشوارع المستطيلة، ويعتبر هذا النموذج أداة هامة لدراسة النماذج اللفظية في الوثائق الأدبية، حيث يفضل الفرد أن يتتبع موضوعات معروفة خلال عدد من القطع المختلفة. النموذج الرابع هو نموذج الرابط البياني الدائري الموجه. يعتبر هذا النموذج من أكثر النماذج انتشاراً، وهو يتطلب عدم وجود أي عقد بالشبكة، أي البدء من عقدة واحدة والتحرك فقط للأمام، ومن الممكن الرجوع إلى عقدة البداية. ويعتبر نموذج الرابط الخطي والهرمي أحد أشكال الربط البياني الدائري الموجه. النموذج الخامس هو نموذج التكتل. أحيانا ما تتكون شبكة الوسائط من عدد من المناطق المتداخلة، وبينها تتواجد روابط غير كثيفة. زي إيه نموذج التكتل؟ زي لما بنيجي نستعرض النهاردة عدد الناس اللي ماتت في كورونا، ويدونا من خلال فتح خارطة للعالم، خارطة للعالم، ونضغط على الجزء الخاص بمصر، يطلع المصابين، ويطلع اللي ميتين، واللي بيتحلل لهم، واللي طلع واللي شافوا وبقوا كويسين. نضغط على أمريكا، نضغط في الشرق على الصين، نضغط تحت على وهكذا. ده اسمه نموذج التكتل. النموذج العشوائي هو النموذج الذي يضم كل النماذج السابقة بعد المعلومات الصغيرة والروابط في التفاعلية. يبقى خصائص الوسائط الفائقة، المعلومات الصغيرة رقم واحد، رقم اتنين الروابط أو اللينكات أو الارتباطات، ثلاثة التفاعلية. التفاعلية تعني توفير بيئة اتصال ثنائية الاتجاه على الأقل، وهي بذلك تسمح للمتعلم بدرجة من الحرية، فيستطيع أن يختار بين العديد من البدائل، زي محتوى المادة المنقولة، يختار الصورة، يختار الصوت،
وهكذا، كما يستطيع أن يختار بين العديد من بدائل في نفس الموقف، ويمكنه أن يتفرع إلى النقاط المتشابكة أثناء العرض، ويمكن للمتعلم أن يتحاور مع الجهاز الذي يقدم له المحتوى، كما يستطيع أن يتجول داخل المادة المعروضة. رقم 4، بعد المعلومات الصغيرة والتفاعل والارتباطات التكاملية. التكاملية هي تعني عرض مجموعة من الوسائل بشكل كامل على جهاز الكمبيوتر لخدمة الفكرة أو المبدأ. رقم 5، اللاخطية في الوصول إلى المعلومات. يمكن القول بأن العقد والروابط الموجودة في برنامج الوسائط الفائقة تجعل المستخدم يسير في نمط غير خطي، بمعنى أنه لا يمكنه تصفح البرنامج من الشاشة الأولى إلى النهاية بصورة خطية، ولكن نظرا لوجود خاصية تجزئة المحتوى إلى أجزاء صغيرة أو صفحات معلقة بين تلك الأجزاء باستخدام العقد، فإن المستخدم يتعامل مع كل جزئية على حدة، ويمكنه الانتقال من خلالها إلى جزئية أو جزئيات أخرى. يبقى اتكلمنا عن خصائص الوسائط الفائقة وخصائص قبل كده، خصائص الوسائط المتعددة. خصائص الوسائط الفائقة: المعلومات الصغيرة، الارتباطات التفاعلية، التكاملية، اللاخطية في الوصول إلى المعلومات. بعد كده نتكلم عن مميزات استخدام برامج الوسائط الفائقة. من مميزات استخدام برامج الفائقة المساعدة على اكتساب المعارف والمفاهيم التي يتطلب استيعابها قدر من التفكير المجرد. التدريب، حيث تستخدم لتدريب الطلاب على إتقان واكتساب مهارات تعليمية. وكما هو معروف إن إحنا بنستخدم الوسائط الفائقة أو المتعددة علشان نحقق بها اكتساب مهارات تعليمية وليس لعرض محتوى نظري. رقم 3، المرونة. تحتوي على العديد من الخيارات المتاحة ومستويات متنوعة من التحكم والتفاعل وحرية التنقل بين أجزاء البرنامج. التكاملية، إن أفضل ما تقدمه برامج الوسائط الفائقة للمتعلم هي فرصة إتاحة برنامج متكامل صوت وصورة وحركة ولون ومزجًا متزايد للنص اللفظي والمرئي، وإمكانية الدخول والقفز والتعديل والتنقل بحرية عبر خزان المعلومات. رقم 5، التعلم الحر، حيث لا توضع قيود على سير المتعلم في عروض الوسائط الفائقة. رقم 6، تساعد الوسائط الفائقة على تيسير ومساعدة المتعلم على فهم الهيكل البنائي لأنواع المعارف. رقم 7، تساعد الوسائط الفائقة على توجيه المتعلم وتحفيزه نحو التعلم الفردي. الإبحار في برامج الوسائط الفائقة: الإبحار تعريفات كثيرة، نعرض منها تعريف أو اتنين. الإبحار هو أحد طرق استرجاع المعلومات، ويبدأ تصميم الإبحار عند إنتاج السيناريو. والإبحار هو وسيلة عرض بصري لتوضيح المسارات وطريقة تفاعل المتعلم مع البرنامج. أدوات الإبحار، يعني الوسائل اللي ممكن نستخدمها في عمل الإبحار: أولا زر السابق والتالي، يبقى زر موجود على الشاشة هنا، هنا السابق أو العكس وهنا التالي. هذه الأزرار موجودة على شاشة البرنامج الرئيسية، تمكن للمستخدم من النقر على زر التالي للذهاب إلى الشاشة التالية، ويمكن الرجوع إلى الشاشة السابقة عن طريق نقر زر السابق. القوائم، ودي عبارة عن قائمة منسدلة بنضغط عليها في أي مكان تفتح قائمة. القائمة دي فيها مجموعة من الاختيارات تختار منها حاجة بدل ما تكتبها. فهرس الكلمات المفتاحية، عبارة عن تكست بوكس زي اللي موجود في محرك البحث جوجل. تكست بوكس زي اللي موجود في محرك البحث جوجل. دليل التعقب، ده زي البرنامج اللي احنا مشغلينه دلوقتي بيوضح حركة المؤشر على الشاشة. النقاط النشطة، عبارة عن كلمات اللي هي اسمها الهوت سبوت، عبارة عن كلمات موجودة بلون مختلف غير لون الكتابة العادية، أو كلمات موجود تحتها خط عند الضغط عليها فإنه يتم الانتقال إلى الرابط اللي احنا محتاجينه. خرائط المفاهيم، عبارة عن خريطة تضم جميع المفاهيم الموجودة بالبرنامج بدءا من المفاهيم العامة أو الرئيسية وصولا إلى المفاهيم الخاصة أو الفرعية. آلة البحث، اللي هي عبارة عن آلة تتيح مستطيل معين للبحث يسمى سيرش.
إلى هنا أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الثانية شعبة نظم المعلومات، نكون انتهينا من شرح الوسائط الفائقة وخصائص الوسائط الفائقة والإبحار في برامج الوسائط الفائقة وأدوات الإبحار في وسائط البرامج الفائقة. نشوفكم على خير المحاضرة القادمة بأمر الله.